مرحبا بكم مع حكيمة العصيبة. راني حنحضر معكم دولمة فلفل. انا شديت هاد الفلفل على خاطر رايحين نقلو هاد الفلفل. انا غسلته وحطيته يقطر كما نقولكم. الفلفل يعني كي تخلوه بالماء ديما على الزيت تاعنا طير علينا. انا ديما نخليه يقطر في ان توغشون كيما راكم تشوفوا. وعندي البصل، هاد البصل راني حندير له لاصوص، وخليت سنينات ثوم يعني باش نوري لكم الكميه تاع الثوم شحال راح نستعملوه. وعندنا اللحم المفروم هو اللي رانا حين نحضروا به هاد الدولمة تاع نهار اليوم. والطوماطيش راني حنستعمل لا فارس تاعي 3 حبات. نخير النوعيه اللي تكون طريه وشويه حمراء، وناخذوا 2 مغارف تاع روز يعني الروز الاخضر ما نغلوش، وناخذوا المعدنوس ونسحقوا حبه بيض. وبالنسبه للتوابل نسحقوا غير فلفل كحل، شويه سكنجبير، وشويه تاع العكري. ونبداو على بركه الله. اول شيء نبدا نقلي الفلفل تاعي على نار هاديه. انا حين نبداو نجدو لافيون داشي تاعنا، نحطو هذوك 2 مغارف تاع روز، ناخذ شويه تاع البصل، ناخذ نخلوه لافارس، ناخذ المعدنوس ونزيدو نديرو هذيك الحبه تاع الزيت. بسم الله. وانا هنا راني حناخذ غير شويه تاع فلفل الكحل اللي راني حندير، وما نساوش الملح، ونخلطو مليح الخليط تاعنا. بسم الله. ونزيدو الملح، الملح ما كتروش على خاطرش رانا رايحين نديرو يعني في لافارس درنا، ونزيدو في لاصوص. انا حين نبداو نديرو لاصوص تاعنا. انا هنا راح ندير كاع داك البصل مع داك الثوم اللي رابيتو، ونديرو 3 مغارف تاع الزيت، ونخلو الثوم تاعنا مع داك البصل يتقلى غير على نار هاديه. هنا كلشي راه متقلى، نزيدو نديرو هاديك 3 حبات طوماطيش لي رابيتهم ونحيدلهم السريعة، ونخلو يعني الطوماطيش تاعنا تزيد تتقلى غير على نار هادية. شوفو الفلفل أنا بدلتلو، درتلو على نار هادية تاع الفرن الصغير، ما ينسيش يعني نحركو، نخلو غير يبدا ياخد يعني حاجة غير خفيفة ونحرو. نديرو التوابل تاعنا ونحركو عليهم، وخلو كلش على نار هادية، وما نساو شوية تاع الملح. أنا هنا خلاص لاصوص تاعي خلاص، نخلي لها شوية المرقة تاعها، خاطش المرقة تاعها راني راح نحتاجها في الأخير إن شاء الله. شوفو بعد ما نقيناه يعني كي غطيناه شوفو كيفاش جانا. وأنا هنا بس ما نحوش ونكملو يعني نقو الفلفل تاعنا ونعاودو نولو إن شاء الله. هنا الفلفل خلاص كيما راكم تشوفوا راني نقيته. وانا هنا الفلفل يعني نقولكم واش درت بالسريعه تاعو كي كنت نقلي فيه. شوفوا نحلوه كيما حليته هكذا، ونبداو نحولو كاع ديك السريعه قبل ما نبداو نعمرو. بسم الله. راني يعني بديت يعني نعمر معاكم الفلفل تاعي. شوفوا كيفاش لافيون داشي، نديرو بهذا الشكل يعني، ونغلقو مليح على الحبه تاعنا، ندخلوها مليح ونغلقوا مليح عليها، وما نقلبوهاش يعني ما نخلوهاش على الوجه اللي غلقنا بها، ضغطوا هكا عليها. وانا هنا راني درت الحبه الاولى، ونزيد معكم الحبه الثانيه. بسم الله. اللي حنزيد ندير الحبه الثانيه معكم تكون تسيو يعني لافيون داشي، نسيو نحبطوها حتى لتحت، ونغلقو مليح عليها بهذا الشكل يعني، ندوروها كيما راكو تشوفو باش لافيون داشي يعني يشد روحو، ونكملو كاع نعمرو الفلفل تاعنا. حنا هنا بدينا حنا نوجدو هذاك الفلفل تاعنا، كملنا عمرناه، نشد لاصوص تاع الطوماطيش هي الاولى. بسم الله. ونبدا نستف كاع في الفلفل تاعي. بسم الله. انا درت على حساب العائله تاعي ديما نقول لكم يعني على حساب الافراد تاع العائله تاعكم. نكملوا هذيك لاصوص اللي بقات لنا. وانا هنا قبل ما يعني نقول لكم على هاد لاصوص، انا هنا خليت هاد لي بولات، انا حين نزيدو نديروهم يعني في الطرف، ما نخليهمش
ونحطو الفوغ تاعنا يسخن. انا شعلتو 20 دقيقه من قبل، وكما تعرفوا لا فيون داشي ما تاخذش وقت كبير في الطياب. انا راني حندخلو على 160 درجه، تقدروا يعني حتى على 170، ونص ساعه هاد يعني هاد الدولمه اللي رانا وجدناها في الفوق، يعني الغراتان كي نقولوا تاع الفلفل يكون حاضر معاكم ان شاء الله على نص ساعه. هاو الغراتان فلفل اللي حضرته معاكم، زدنا له هذيك الرشه تاع المعدنوس، وانا نقول لكم يعني جاني شهي، وشوفوا يعني كيفاش جانا، يعني ما جاناش ماهي بزاف، يعني جانا الله الله. وندور لكم يعني باش تشوفوا مليح الغراتان تاعي كيفاش جا، وان شاء الله ديروه للعائله وتاكلوه بالصحه. وما بقى لي غير نقول لكم ما تنساونيش بالمشاركه باش نقدر نوصل معاكم، وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله.